استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بقصر الصافرية هذا اليوم المعلمات البحرينيات الفائزات بجائزة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأفضل معلم خليجي، وهن الأستاذة أمينة نبيل الرماحي من مدرسة النور الثانوية للبنات، والأستاذة منيرة خالد الزياني، والأستاذة سمية حسن ياقوت من مدرسة عراد الابتدائية للبنات، والأستاذة وفاء سالم رجب من مدرسة المحرق الابتدائية للبنات. وخلال اللقاء هنأ جلالة الملك المفدى المعلمات الفائزات بما حققناه من إنجاز متميز في هذه الجائزة التربوية رفيعة المستوى التي تفضل بإطلاقها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي أسهمت في تحفيز الإبداع والتميز في الميدان التربوي الخليجي، مشيدا جلالته حفظه الله بحرص أبناء البحرين لتحقيق أفضل النتائج، وأن فوز أبناء البحرين هو فوز للبحرين. وأشاد جلالته بالإنجازات التي تواصل تحقيقها مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي في المجالات التعليمية والتربوية، منوها بجهود الوزارة في الارتقاء بمسيرة التعليم في المملكة بمختلف مراحله باعتباره حجر الأساس لتنشئة الفرد تنشئة صحيحة وغرس روح المواطنة في نفسه ليكون عنصرا فاعلا يسعى لخدمة وطنه ومجتمعه ويشارك في مسيرة تنمية الشاملة. من جانبه رفع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على ما يوليه جلالته من اهتمام ودعم ومساندة للمسيرة التعليمية المباركة، ما كان له أبلغ الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات والنتائج المشرفة لمملكة البحرين، مؤكدا لجلالته أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم في وطننا الغالي وتنفيذ توجيهات جلالته الكريمة التي تؤكد أهمية التطوير المستمر للخدمات التعليمية والمناهج الدراسية.